لوجود مثل هذه يعني التوجه وهذا يعني الوعي لهذه المهنة، لكن ما زلنا بحاجة لعمل لبذل المزيد من الجهد لزيادة الوعي وبالتالي استقطاب يعني كفاءات مواطنة أكثر إلى هذه المهنة. نعم، يمكن حتى دكتور الاستقطاب قد يكون أكثر من جهة الممرضات الإناث المواطنات، يمكن الذكور بعد شوي يعني حيز ما عنده يمكن هذا الوعي الكافي بما يختص فيه، أو حتى مهنة التمريض قد لا تقل عن مهنة الطبيب، يعني الطبيب بدون الممرض يعني كأنه سامحني دكتور بس فاقد ذراع أيمن، أن هذا الممرض هو يقوم بالأمور التي الطبيب أكيد ما تسمح له وقته أو الحالة اللي عنده. طيب دكتور، كيف هذه التوعية اللي أنت تتكلم عنها وعن أهمية وجودها، كيف ممكن نزرع هذه التوعية ونبرز الدور الحيوي والمهم جدا لهذه المهنة وللممرض، ونري العامة أن قد لا يختلف عن دور الطبيب؟ أنا أعتقد يعني نشاطات علمية مثل المؤتمر الدولي الأول، وهو المؤتمر الدولي الأول يعني الذي يعقد في المنطقة الغربية، وهذا ما يجعله يعني متميزا حقيقة. مثل هذه المؤتمرات، مثل هذه النشاطات العلمية لها دور واسع يعني مهم جدا في زيادة التوعية. هذا جانب. الجانب الآخر، لابد يعني المؤسسات التمريضية المختلفة أن تطلع بدور بناء في هذا الاتجاه، وتقوم ببناء يعني أو بعمل استراتيجيات أو تخطيط استراتيجيات مختلفة لزيادة الوعي، لزيادة برامج تثقيفية، وبالتالي استقطاب يعني كفاءات أكثر. لعلي أذكر نقطة سريعا، مهنة التمريض هي مهنة تسير جنبا إلى جنب مع مهنة الطب منذ القديم. صحيح. يعني لم تكن في يوم من الأيام منفصلة عن مهنة الطب أبدا. والآن المجتمعات الحديثة عندما تقوم بتخطيط نظام صحي، لعله أول ما تفكر فيه هو مهنة هو توفير الممرضين، لأنه بدون طاقم تمريض المستشفى الخدمة الصحية في المستشفى أو في المؤسسة. هذا لاحظ دكتور من خلال زيارتنا للمستشفيات، دائما نلاحظ هذا الشيء. يعني دكتور، احنا نرجو هذه التوعية تكون انتشرت وستنتشر من خلال المؤتمر اللي تقيمونه، وأيضا من خلال وجودك معنا في برنامج كيف الصحة لننشر وننقل هذه الرسالة المهمة. ودكتور نشكرك جزيل الشكر لوجودك معنا اليوم، واستفدنا الكثير وتعلمنا الكثير، وإن شاء الله موفقين في المؤتمر الدولي. شكرا لكم. شكرا جزيلا على استضافتكم وعلى وقت. شكرا دكتور. عقب الفاصل، الأنوركسيا أو الامتناع عن الأكل، خليكم ويانا. كيف الصحة برعاية شركة أبوظبي للخدمات الصحية. صحة شريكك الصحي مدى الحياة. حلمت والدتي بأن الوالد قال لها رجل دخل عليها في البيت. نعم. وهو لابس ثيابي. إننا نسير والله على خطى حبيب قلبي وحبيب قلوب بني إسماعيل يوسف عليه السلام، عندما أول الرؤى إلى الدعوة إلى علام الغيوب جل وعلا. على صدري كنت أصرخ، أنا فرغت في الحلم وقمت من النوم أصرخ. هذه الرؤية أختي الكريمة إن صدقت فهي تقول لك رسالة، عليك أن تستعيني بالطبيب الأول وهو القرآن الكريم. أول شيء رسالة نقولها، قولي لبنتك اوعي تستعيني بقرائين الفنجال ولا حتى الستات اللي بيبغضوها هزار. اقول لكم على التلفزيون اهو قراية الفنجال، شرك بالله. حلم وعلم غدا 9 مساء على قناة أبوظبي الإمارات. الحكي عم تلهيك؟ الحل مع هيدن شولدرز بالأكتيزنج اللي بحارب الحكي وبيقضي 100% على القشرة. خليك 100% بدون قشرة وما تحك راسك مع هيدن شولدرز، الرقم واحد بالعالم. في تاريخ الأمم سير وحكايات، رحلوا وارتحلوا فكانوا منارة عطاء
وإبداع. رحلة عمر في موسم جديد قريبا على قناة أبوظبي الإمارات. الجولة الثالثة من سباقات الفورمولا 1 لموسم 2012. الوجهة ستكون إلى الصين. فبعد سباق مثير في ماليزيا، السائقون والفرق يعدون العدة لحلبة شنغهاي. الجولة الثالثة من سباقات الفورمولا 1 مباشرة من الصين. الجمعة، السبت والأحد مباشرة وحصريا على قناة أبوظبي الرياضية الثانية والسادسة. هذا البرنامج برعاية توتال. كيف الصحة برعاية شركة أبوظبي للخدمات الصحية. صحة شريكك الصحي مدى الحياة. يا هلا فيكم مشاهدينا مجددا. أظهرت الدراسات الطبية أن مرض الأنوركسيا أو الامتناع عن الأكل منتشر لدى الإناث أكثر من الذكور، خاصة في سن المراهقة، ويبدأ الشخص باتباع حمية غذائية لإنقاص الوزن ثم يتطور إلى الامتناع كليا عن الأكل. الأنوركسيا نيرفوزا اللي هو فقدان الشهية العصابي هو أحد الأمراض أو أحد الاضطرابات النفسية اللي تسمى اضطرابات الأكل. المريض يكون صورة غير أو يكون في مخيلته صورة غير حقيقية عن وزن جسمه، يعني عادة ما يتخيل أنه هو سمين، بينما في الواقع هو وزنه أقل من الواجب أن يكون. المريض عادة لا يدرك خطورة الوزن أو الوزن المنخفض اللي هو فيه، لهيك المريض بيلجأ إلى أساليب معينة أو أساليب بيستخدمها حتى يخفف من وزنه، كالتقيؤ المستمر، كرياضة مفرطة، كاستخدام بعض الحبوب، حبوب تخفيف الوزن والمدرات وغيرها. المرض يمكن أن يعالج، يعني الآن 50% من الحالات يمكن فيها الشفاء التام، لكن طبعا هي تعتمد على مدى إصرار المريض وعائلة المريض على أنهم عدم الرجوع للمشكلة. الفئات العمرية اللي بيصيبها مرض الأنوركسيا عادة هي سن المراهقة، عادة هو 90% من الحالات وجدت أنها بتصيب الفتيات. خلونا الحين نرحب بالدكتورة طيف السراج، رئيسة الخدمات الطبية المساندة واستشارية التغذية العلاجية بمستشفى توام، وأيضا خلونا نرحب بالدكتور رامي الشهابي، أخصائي نفسي بمدينة الشيخ خليفة الطبية، إدارة كليفلند كلينيك. يا هلا فيكم معنا، منورين. وين الغيبة؟ كم الأسبوع ما شفناكم، والدكتور بعد أكثر. يا هلا فيكم، كيف الصحة اليوم؟ الحمد لله. طبعا موضوعنا اليوم حتى تحت الهواء أقول لكم، يعني ها من المواضيع المهمة وما بقول مفضلة عندي بس دائما أحب أناقشها، وهذا مرض مستتر وموجود، وكمية الإنكار أن الشخص مصاب فيه أيضا منتشرة وكثيرة، فإحنا حابين من خلال برنامجنا اليوم حلقتنا تقولون لنا بالضبط، تحطون أصابعكم على هذا الجرح عشان الناس يعرفون ويتعلموا منه. في البداية يعني سؤالي بوجهه لك حضرة الدكتور عن مرض الأنوركسيا، نسمع عنه كثير، لنقول حق مشاهدينا ما هو بالضبط مرض الأنوركسيا. تشخيصه فيه تقريبا 4 بنود بالنسبة للسايكولوجيست. أول شيء لازم الشخص يكون وزنه أقل من الوزن الطبيعي بتقريبا 85%، والشخص شاعر أنه هذا لسه مش كافي، والكتلة الدهنية لازم تكون تقريبا تحت 17.5% البي ام اي. ثاني شيء انه الشخص نظرته لجسمه نظرة لها بس علاقة في الوزن
وفي الحجم. صحيح. فهذا الشيء الكبير. الشيء الكبير كمان انه في النساء يلي عدوا سن البلوغ مثلا العادة عندهم بتتوقف لازم المينيموم 3 اشهر حتى نقدر نشخص وتفكيرهم كتير وممكن يساووا أشياء عشان يوقفوا أكلهم غير صحي وممكن يمارسوا أشياء تانية عشان إذا أكلوا زيادة ينقصوا من هالوزن. يعني إذا تواجدت هذه الأربع بنود خلاص يصنف هذا الشخص أنه مصاب بالأنوركسيا. طيب دكتورة طيف، هذا اضطراب ومثل ما قلنا في التقرير وكثير من الدراسات أوضحت أن النساء يصابون فيه أكثر من الرجال، فإذا تكلمنا أول شيء هل هو صحيح ولماذا؟ هو فعلا صحيح، لأن النساء أكثر هوس بجسمهم وستايلهم. طبعا في أسباب جدا شائعة في مجتمعية نقدر نقولها، لأن في بعض الدول ما يكون فيها نسبة الإصابة عالية بحكم أنه المجتمع يتقبل المرأة بشكلها وبطبيعتها، لكن في المجتمعات أقدر أقول منها الغربية لنفرض على سبيل المثال في أمريكا، لكن حتى في بطلات هوليوود أو الممثلات هذا يعتبر كمثال أعلى وكل الشابات يشوفونهم. نعم. وأيضا النساء في بعض أقول المهن مثل عارضات الأزياء أو غيرها يعني يكون هذا موديل حقهم، فدائما يكون هذا منعكس عند البنات ان انا ابى اكون نفس الموديل الفلاني، انا ابى اكون جسمي نفس الفلاني. الحين مؤخرا بدا ينتشر عندنا هالشيء طبعا نتيجه التكنولوجي ونتيجه ان يعني بناتنا بدا والاعلام في نشر هذه الصوره. صح فعلا. نعم. طيب دكتوره متى يبدا عند البنات هذا الاضطراب يعني ممكن يبدا بسن جدا مبكره، خاصه اذا كان لنفرض على سبيل المثال اذا كانت الام او الاخت عندها هالمشكله، فالبنت توعى ان الام تقولها انت جسمك كذا، انت متينه، لا تاكلين كذي، لا this is not healthy، وهالكذا يعني. فممكن انه يبتدي فيها بسن مبكر قد يصل الى مثلا سن 12 سنه او 13 سنه، يعني فتره المراهقه نحن نقول. والبنات في هالفتره طبعا يبتدون يمتنعون او يخافون من الاكل، يخافون ان الجسم يعني يزيد او المتن تقريبا وزن الجسم، فيصير عندهم هوس بنسبه التغذيه تقريبا. وخاصه يعني الفتيات في هذه الفتره فتره المراهقه دائما يكونون they're very tough on نفسهم، يعني دائما يشوفون نفسهم بطريقه قد تكون مختلفه عن كيف الناس تشوفونهم. يا يشوفون نفسهم overweight، يا يشوفون نفسهم هذا مش حلو وهذا، فدائما يكونون في هذا الصراع الداخلي والنفسي. طيب الأسباب هي نفسية، ما لها خص بالجينيتكس ولا لها خص إن إذا الأم فيها ما لها خص. شوي بالجينيتكس في 20-30%، مو شيء كبير بس موجود شوي. بس عند بعض التوائم عند في مشترك تقريبا. نعم. طيب إذا قلنا أو سألنا عن العوامل النفسية، يمكن دكتورة طيب ذكرت أن مثلا محيط المنزل قد يلعب دور طبعاً. الإعلام قد يلعب دور طبعاً. نتكلم عن العوامل النفسية اللي تلعب دور في حدوث هذا. بالنسبة للأنوركسيا عادة الجذور تبعها مش وزن أو شكل بس، هذا اللي بيبين الجذور تبعها عادة الشخص أو ممكن البنت، لأن 90% بيكونوا بنات ما عندها القوة إنه تعبر عن مشاعرها. المراهقة صن صعب. صعب نعبر عن مشاعرنا بطريقة صحيحة ونضل المجتمع متقبلنا. نحن كبار بدنا سلطة بس بنفس الوقت ما عندنا سلطة، ما لنا فوق 18 أو 20 سنة. كمية التغيرات اللي يمرون فيها أيضا الهرمونية طبعاً. في هذه طبعاً. الفترة كبيرة. فهذه كتير بتلعب دور إنه ما عندي سيطرة على مشاعري أو حياتي، إيش اللي بقدر أسيطر عليه؟ كمية الأكل اللي بحطها بجسمي، لأني ما حدا بجبرك تاكلي شيء ما بدك تاكلي أو كمية ما بدك تاكليها. فجذورة أكثر ثقة بالنفس، كنترول أو سيطرة على النفس. الناس اللي عندهم perfectionism أو أيوة المثالية عندهم هالشي، والناس اللي بحبوا يسروا الناس تانيين اسمهم people pleasers، هدول يعني عادة عندهم أنوركسيا بكونوا بنات ماشيين أوكي ومطيعين وكويسين ويمكن علاماتهم أوكي وهالأشياء، بس ما عندهم الطريقة يعبروا عن نفسهم ويضل في ثقة بنفسهم كمان، فبتأدي أنه يساووا سيطرة بالأكل. أنا دائما أفكر في هذه بهالناحية أنه خاصة الأكل، يعني الجوع غريزة موجودة في الإنسان، فمتى ياع بيأكل. يعني كيف الإنسان ممكن يحرم نفسه من الأكل؟ يعني عادة